الرؤية غير واضحة، ألم يهز وجداني، يعتصر فؤادي عندما أرى طفلاً يتألم. أنا اسمي رهف نعيم شاكر، عمري 14 سنة، مصابة بلوكيميا الدم الحاد، صلني 4 سنوات يعني بتعالج منها. أعتذر من كل الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات، أعتذر من الموظفين والموظفات والعاملين والعاملات، أعتذر من كل من رآني غير مبتسمة غير مبتهجة، أعتذر من أمي وأبي وأختي وأخي وصديقي وصديقتي وجاري وجارتي، أعتذر منهم إذا سمعوا في بعض الليالي من شدة الألم صوت صرختي. أنا هلأ خلصت علاج، يعني نحكي إنه خلصنا علاج بصبرنا ومعنوياتنا وبالمقاومة على هذا المرض، يعني لازم إحنا نحاربه وإحنا نطلع منه، ما نخليه هو يدخل بجسمنا، نطلعه من جسمنا بكل قوة. هلا أنا المرحلة اللي كنت فيها كانت أولها صعبة، بس بعدين مع أسلوب الطبيبين والممرضين أعطوني معنويات، وبدعمكم أنتم إن شاء الله إنه بنشفى. بدي احكي للاطفال انه ما في اشي بخوف، هذا اختبار من ربنا، يعني كانه اي اختبار زي الاختبارات اللي بعطونا اياها بالمدرسه، فيعني عادي لازم نصبر ونتحمل وننجح بالاختبار هذا. وانا حابب اوجه برضه رساله للداعمين، لانه في الاطفال ما بيقدروا يتعالجوا، يعني انا الحمد لله بفضل الله وبدعم مركز الحسين تعالجت وقاعده بتعالج، بس في اطفال مش قادرين يتعالجوا من هذا المرض لانهم بحاجه الى مصاري. فكل متبرع انه يدعم مركز ومؤسسه الحسين للسرطان، لانها هي بدعمها ورفعت معنوياتي وخلتني الشفاء التام منها. بكم ومعكم نستعيد معنى الحياة، بدعمكم نحقق أحلامنا. فقولوا نعم نعم، فقولوا نعم نعم، لنكون معنا.